إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني من المستمعات الجيدات لبرنامج نور على الدرب، وقد أفادني كثيرا، وجزاكم الله خيرا على إفادتكم للمستمعين، وأطال الله في عمركم وجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين. ثم تسأل سماحتكم فتقول: سؤالي: ما صحة هذا الحديث؟ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني. ما المقصود بهذا جزاكم الله خيرا؟ وهل يشمل الأذنين معا أم أذن واحدة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا الحديث ليس له أصل، في قنين الأذن ليس له أصل، ولا يشرع عند قنينها شيء، لا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر غيره. قنينها شيء لا عادي ليس له ذكر، ولا يشرع عنده ذكر، وليس لهذا الحديث أصل. إذا قنت أحد فيذكرني، المقصود أن هذا الحديث موضوع مخيوب لا أصل له، وليس هناك ذكر مشروع إذا قنين الأذن. وفق الله الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.